السلام عليكم، انا شيف شكري وهعمل معاكم النهارده نوع جلاش بسيط جدا وسهل جدا وسريع جدا، وفي افكار كتيره ممكن تنفذها مع النوع ده. زي ما شايفين شكله جميل وطعمه احلى من شكله زي ما بنقول، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وحاجه خفيفه كده في رمضان، مش محتاجين المواضيع الكتيره دي. عندي لفه جلاش، انا هاخد نصها بس اهيت، لفه جلاش طريه زي ما انتوا شايفين اهيت. لقيت ان في الافران بيبيعوا الجلاش ده معمول فريش على طول، لقيت انه احسن كتير جدا من اللف الجاهزه اللي احنا بنجيبها ديت، ومبيطلعش هدر. وزي ما انتوا شايفين شكله جميل وطعمه حلو وطري. هناخد اول ورقه منه وهنمسحها بالسمنه اهوت، شويه سمنه سايحين. عندي اي نوع مكسرات عامله بودره مضروب في الكبه بودره اهوت، رش الكميه اللي انت عايزاها. دهنت سمنه ورشيت مكسرات بودره، وهحط الورقه التانيه اهو. تظبطي الورقه الاولانيه على التانيه كده، واحط سمنه برضو وهدهن. خلي بالك من عدد الورق اللي احنا هنحطه علشان يورق معاكي اهو. ودهننا بشويه سمنه، ولا هياخد سمنه كتيره ولا شربات كتير، يعني هو النوع ده لذيذ كده وخفيف، وزي ما بقول لك له افكار كتيره ممكن تغيري فيه اهو. دهنت السمنه وهرش نوع المكسرات اللي عندي اهوت، اي نوع مطحون. حطينا ورقتين وادي التالته اهوت، ادي الورقه التالته، نظبط الشكل كويس. وادي الرابعه، خلاص احنا عرفنا ان احنا بندهن سمنه وبنرش مكسرات. دي الورقه الرابعه اهوت، نظبط كده الشكل علشان اما اجي اشتغل بعد كده يبقى شكله كويس. هندهن سمنه ونرش للرابعه، اي ورق بقى مكسر عندي احطها. ادي الخمسه اهيت، لميت الكام ورقه الصغيرين اللي عندي احطهم في النص كده. وزي ما قلت الجلاش اللي هو بتاع الافران ده الفريش احسن بكتير من اللي في 350 جرام اللي احنا بنشتريها دي. وادي اخر ورقة، الورقة الستة كده. يبقى انا حطينا ست ورقات ودهنا سمنة ورشينا مكسرات بودرة تمام. هنظبط الموضوع كويس، الشكل قدامنا مظبوط. هنبدأ بقى بعد كده ان احنا نقطعها. التقطيع بقى انا هسيبهولك، عايزة كبير عايزة صغير ده براحتك انتي. انا هقطع تلاتة، يعني تلاتة في اربعة اهو. طرف السكينة كده بالراحة وبتسحبي، والتانية على نصين اهوت. موضوع سهل وبسيط زي ما اقولك، مش محتاج كلام كتير يعني. واخدهم التلاتة اخدهم على نصين، وكل نص على اتنين. بقى عندي كام كده؟ تلاتة في اربعة باتناشر قطعة، هيطلع معانا اتناشر قطعة. عايزة تزوديهم تزودي، عايزة تخليهم اربعة في اربعة براحتك اهو. خليتهم تلاتة في اربعة يعني اتناشر قطعة معانا. عندي الصينية بتاعتي مدهونة سمنة اهيت، سمنة سايحة. وزي ما قلت النوع ده بياخد سمنة كتيرة ولا شربات كتير. دهنت الصينية بالسمنة وهبدأ اخد المربعات ديت، هتنيها زي الحجاب كده اهو، الطرف على الطرف والتانية مظبوطة، القطعة مظبوطة، هتطلع معاكي شكلها مظبوط. وهرص بالشكل ده
البوز على البوز اهوت، تك عليها تك صغيره كده، واحط اللوم. هي دي 6 ورقات، واما التانت بقت 12، ف12 ديت ممتازه، هتورق معاكي كويس اوي. اهوت نص على النص برضو، وابدأ ان انا اكمل بقية الرص. خلصتهم خلاص اهوت، زي ما انتم شايفين ادي هنوم بالسمنة السايحة. حط السمنة زي ما انت عايز، لان هو ما بيشربش سمنة غير اللي هو محتاجها بس، والباقي كله بيزيد بتصفيه قبل ما تسقي الشربات، فما تخافيش على السمنة يعني. اه ده مش زي الكنافة بيشرب سمنة، لا ده بياخد السمنة اللي هو عايزها بس. ده دهنا بالسمنة كده بالفرشة بالراحة، وهنسيبه شوية ما ندخلش الفرن على طول، وبعدين يخش الفرن الشبكة اللي في الوسط على 200 درجة، يطلع بالشكل ده، ونشفيه كويس علشان يبقى مقرمش معاكي اهو زي ما انتوا شايفينه، طلع شكله جميل وهشش خالص. عندي الشربات بتاعي اللي هو 2 سكر 1 مية، يعني 2 سكر و1 كوباية مية، ونص ليمون، 2 سكر و1 كوباية المية، على النار يغلوا، تعصر عليهم نص الليمونة، وتسيبيهم يغلوا 5 دقايق، وتشيلهم بعد كده. الشربات بارد والجلاش سخن، واسيب الفرشة كده بالراحة للناس اللي هي بتحب السكر معتدل. الناس اللي بتحب سكر كتير يسقي ويبقى يصفي في الاخر، هتشرب اكتر من اللي هو عايزه. سيبناه برد خالص، وهو زي ما شايفين رصناه ناشف ومقرمش وماسك نفسه وشارب. ده بقى لو شربته خفيف هيعجن على طول ويطرى، ما يبقاش عامل معانا بالشكل ده. وده نوع بسيط وسهل جدا. في الحالة دي بقى كده انت ممكن تفتحيها من النص، لو انت عايزة بقى تغير في شكله تفتحي من النص وتحشي كريمة. انا حبيت اخليه خفيف كده، بس هقولك على افكار برضو تنفذيها، انك تفتح من النص وتحشي كريمة، تفتح من النص وتحط شوكولاتة او نوتيلا زي ما انت عايزة. وان شاء الله جربوه ويعجبكم، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير، واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.